قطع الحلوى بالمكسرات، ايه مقاديرها؟ هي فيها زبده، ممكن تكون زبده دايت، لو مش لاقيين الزبده دايت حطوا زبده عاديه. واحنا قعدت اتكلم مع الدكتور لقيت ان كميه الزبده الموجوده تعادل 100 جرام، لما نقسمها على 20 قطعه مثلا هيبقى كل واحده واخده 10 جرام، يعني مش مؤثره قوي في الجسم، صح يا دكتور؟ طيب هنقول المقادير بتاعه قطع الحلوى بالمكسرات. عندي كوبايه من الزبيب الاسمر، كوبايه من الزبيب الاسمر، انا هجيب هنا هنقل هنا، معلش يا عمده. طيب حاضر معلش. كوبايه من الزبيب الاسمر، كوبايه من عين الجمل، كوبايه من عين الجمل المجروش، كوبايه من البندق المجروش، كوبايه من الكورن فليكس براند، كورن فليكس براند ده موجود في السوبر ماركت بيبقى دايت. عندي كمان نص كوبايه من الشوفان المحمص، نص كوبايه زبده، ونص كوبايه عسل ابيض. هقول تاني المقادير سريعا علشان تكتبوها. اول حاجه زي ما قلنا عندي كوبايه من الزبيب الاسمر، كوبايه من الزبيب الاسمر، كوبايه من عين الجمل المجروش، كوبايه من البندق الني مش متحمص مجروش، كوبايه مش نص يا عمده. عندي كمان كوبايه من الكورن فليكس بران، و نص كوبايه من الشوفان، نص كوبايه من الشوفان المحمص هنحمصه مع بعض، ونص كوبايه عسل، ونص كوبايه من الزبده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه بقى. اول حاجه هنجيب بوله كده واسعه عشان الكورن فليكس سليم اهو، شايفينه؟ هنكسره مع بعض، وانا عندي بقيه الحاجات مكسره، واللوز البندق والعين الجمل ني مش محمص، ني مش محمص عشان القيمه الغذائيه تبقى اقل سعرات حراريه. هناخد كده بقى الشوفان عشان نحمصه في طاسه كده صغيره، بياخدش ثواني على النار بس بيطلع نسبه الرطوبه اللي فيه وبيخلي طعمه مقبول اهو اهو. الطاسه كانت سخنه فعلشان كده اهو هيتحمص معانا سريعا، واحنا بنكسر مع بعض زي ما قلنا الكورن فليكس، شايفين؟ بعد ما نكسره كده هنضيف عليه البندق المجروش، ونضيف عليه عين الجمل المجروش، وكمان الزبيب والزبده والعسل، نص كوبايه من العسل اهو. وبعدين نخلط كل الخليط ده مع بعضه وندخله في قوالب صغيره. خلاص كده اهو الشوفان شميت الريحه ولقيته طالع كده، تقوم حاطينه عليه وبعدين تقلبه كله مع بعضه بالايد، هتلاقيه بيتجانس ويعمل معايا خليط كده، بس خليط مفكوك من بعضه، مش خليط ما يعني مش نعم ايه ده بالايد ولو من غير. هقول لهم دلوقتي انت بتقول ايه. عماد بيقول لي بالايد لو لابس جوانتي. طيب انا بعمل بالايد لو لابس جوانتي في هنا قدامكم، لكن لو في بيتكم اعملوا بايديكم عادي، ما فيهاش حاجه. حساسيه الايد دي اقوى، طبعا لازم نغسل ايدينا كل شويه. حساسيه الايد اقوى بكتير من ان احنا نشتغل بجوانتي بصراحه. انا يعني عاده 90% من شغلي بشتغله بايدي كده، لكن طبعا لما نكون في حاجه فيها زبده او عسل او الى اخره هنلبس جوانتي كده. ما عندناش في البيت، ما فيش مشكله، احنا في بيتنا. هنيجي هنا بقى نجيب شكل كده زي القوالب الموجوده عندي كده على شكل قلب، وناخد فيها شويه من الحشو في كل واحده اهو، لو عايزين تحطوا مره واحده وكده اهو، وبعد كده نسويها ما فيش مشكله. ايه رايك في الحلو ده يا دكتور؟ هو طبعا الحلو ده حلو لان من ايدك الشيف يسري. لا هو الحلو حلو عشان فيه مكسرات نية كتير، ودي فيها طبعا اوميجا 3، وده ليها قيمه غذائيه عاليه ومهمه جدا للبشره، مهمه كمان للناس اللي عايزه جهاز الحرق بتاعها يشتغل. فحلو قوي، يعني لو كان عندنا وقت كنا اتكلمنا كتير قوي عن الحلو ده. احنا كده هوريكم بس شكل الحلو بتاعنا بسرعه بسرعه يا احمد. ده بناخده نحطه فين؟ في الفريزر، بيتجمد معايا ويطلع معايا بالشكل اللي هتشوفوه ده اهو، شايفين؟ ده اللي احنا عاملينه قبل الهوا بالشكل ده.